مستمعينا الكرام، ضيفة حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة القاصة إلهام زكي، وسننتقل معها من حدائق الزهور إلى حدائق الشعر. أهلا وسهلا بك يا أهلا وسهلا إلهام. أهلا وسهلا. يعني أنا تفاجأت عندما قرأت السي في أو السيرة الذاتية للسيدة إلهام، إنه هي درست زراعة وتخصصت في قسم الحدائق والمشاتل في أمانة العاصمة. فنسمع من السيدة إلهام هذه القصة اللي وصلتك إلى عالم الحدائق. أنا خريجة كلية بغداد، يعني كلية الزراعة جامعة بغداد، تخرجت سنة 1974، وكنت أفتش على وظيفة عادي، فبالصدفة رحت إلى أمانة العاصمة، ولقيت أنه أكو شاغر لمهندسين زراعيين. نعم. فقلت لهم ما زال أكو شاغر ممكن أتعين؟ قالوا لا، هذه خاص بالرجال، إحنا ما عندنا امرأة تجي بالحدائق وبالمشاتل وتطلع. قلت لهم زين، ممكن أقابل المسؤول السكرتير؟ فهم قالوا نروح نسأله. راحوا سألوا، وأعتقد كان بوقتها السكرتير أمين العاصمة هو سمير الشيخلي، أعتقد. نعم. لأنه الذاكرة شوية ما قاعد تسعفني. نعم. فدخلت عليه، قلت له أستاذ، أنا قريت أنه أكو شواغر، وأني خريجة هذه السنة وأطمح أن أتعين. قال لي بس بنتي هذه مال رجال. قلت له ليش ما تجرب النساء؟ يعني شنو المشكلة في أن المرأة؟ والله هو ما كذب خبر، بخمس دقائق عيني، تعينت على طول. فانتسبت إلى الزوراء، بالزوراء هناك يعني حلوة. بالزوراء يعني من كانت من أحلى المشاتل. أي ومن الطرافة أخوي أحتاج، قال لي يعني تعرفتي كل المكانات، جيتي للزوراء، يعني أنا شلون أجيب صاحبتي؟ هاي حلوة. زين. فورا ثلاث شهور صديقتي كانت متعينة بالبحوث العلمية، استهوتها الشغلة وهي استقالت منك وإجتي ورايا، وبعدين بدت يعني كوننا إحنا أول فتيات كنا ذاك الوقت، أنا ما كنت متزوجة، يعني الألفباء والتلفزيون والدنيا انخبصت بينا. نعم. لأن نعم. كأول بنات يجون وراها. من شافوا يعني حضورنا، كنتوا يعني تخلون تضعون مخططات للحديقة، ولا أنتوا بإيدكم تزرعون وتختارون الزهور والألوان والهذا؟ والله بالبداية احنا ما طونا شغل، دللونا بنات جوهم حلوات دللوهم، هاي الصرع. نعم. زين. لكن بعدين لا، أخذنا مسؤولية، بدينا نخطط، بدينا منهج، بدينا نقسم العمل. يعني أنا صرت في مشتل الزوراء، وصديقتي سرقل عبد القادر في مشتل الأندلس. كنا مسؤولية كاملة، نكتب جدول عمل الثاني يوم، شنو يزرعون، شنو يسوون الفلح. وتعرفين طيب الفلاحين كانوا يسمعون كلامكم باعتبارها أول مرة؟ لا، كانوا متونسين. كانوا متونسين. لأنه كنا بنات صغار بعدنا. ووراها انفتح المجال لكل النساء العاملات. يعني بوجودنا انفتح المجال للنساء، كانت بالأجرة اليومية، كانت إحنا عندنا صلاحية تعيين الأجرة اليومية، يعني أنا أي وحدة تجيني، أي واحد أعينه، كان عندي هاي الصلاحية. شغلتهم يعني العقود مؤقتة هو. نعم. أجرة يومي. فكان يعني مجرد ينظفون الحشيش من بين الزرع، وكانت يعني فترة جميلة جدا، جميلة جدا 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 هذه الفترة. كم سنة بقيتي بالزوراء؟ ما بقيت هواية، مو أني بعدين رحت، انتقلت بال78 رحت إلى أبوظبي. نعم. وأي مجال اشتغلتي بأبوظبي؟ نفس المجال، ومن يعني من صدف الظروف، دائما في أي مجال أروح أكون أني المرأة الوحيدة بين الرجال.
والله يعني هذا فخر. حتى في أبو ظبي تعينت في البيوت الزجاجية وبس أني المرأة الوحيدة. لهالسبب إن يعني أني ما أنكر إنه شخصيتي انسقلت. حديثهم كله سياسة فاضطريت أقرأ الجرايد كلها. اضطريت لأن ما أقدر أني أسمع. أني طبيعتي أنا هنا. ما أقدر يعني ما أقدر ما أثبت وجودي ولازم أناقش. أناقشهم بالسياسة وفي كل شيء. فصار ولعي بالسياسة وبالحديث مع الرجال يعني شيء عادي جدا. وهذا انطاني خبرة كل جدا كبيرة جدا كبيرة في حياتي. أعتقد هذه أيضا ست إلهام ساهمت إلى حد كبير في كتاباتك جدا في جرأة في كتاباتك. جرأة نعم. جرأة موجودة جرأة كبيرة جدا. وحس الجمال موجود بالحدائق بالضبط بالضبط بالضبط. طيب يعني أنت من أمتى بدأت الكتابة؟ والله أنا بصراحة أنا اتجاهي علمي. أنا صحيح بشبابي كنت أكتب الخواطر أكتب القصص لكن اتجاهي علمي. أحب الفيزياء أحب الكيمياء. اشتغلت بالمختبر الزراعي تولعت بالكيمياء. زوجي طبيب اهتميت بالأمور الطبية الصحية. اتفجرت هذه الحالة عندي بعد حرب الخليج. نعم. كنت أشوف بالتلفزيون يعني شيء مرعب مرعب إلى في تلك الفترة. وين كنت؟ أنا هنا بالسويد. بالسويد نعم. أعتقد حوالي 20 سنة أنت بالسويد. أنا 20 سنة. نعم. أي هذه الطاقة تفجرت عندي بعد مشاهدتي إلى أحداث الخليج. فكتبت ضمور الحلمات. نعم سمعينا. أنا هاي ضمور الحلمات طبعا كتبتها بجرد قلم 6 أو 7 أوراق والدموع تنزل من عيني. انت قلتي تفجرت. تفجرت فعلا تفجرت يعني. بس أنا بعدين شذبتها يعني عادي بعد النشر. نعم تفضلك. فقلت أي أمل يرتجى من الغزاة بؤس وشقاء وممات والجوع والموت مرآة في العيون الباكيات. أي سلام منكم يا طغاة عبثتم في الأرض فسادا ودنستم المقدسات. أي فرح يرتجى منكم يا قساة بنت العراق ثكلى تعيش على الفتاة والطفل على صدر أمه مذعور من ضمور الحلمات. يا إلهي إله السماوات عراقنا عراق الحضارات أسود أهله أسود أبات لكن من حكموه قسات من هولاكو إلى بوش والإمعات. أي فرح يرتجى منكم يا غزات هيهات ثم هيهات أن تموت دجلة أو يضمر الفرات وسيبقى اسمهما أغنية للحياة. وراها طبعا استمرت. نعم. طيب ست إلهام يعني هناك عدد من الدواوين اللي صدر أول ديوان طبعاً أنا رح أقرأ الأسماء لأن ما حاق الأسماء الدواوين اللي هو أول ديوان حبيبتي دوماً عام 2009. ديوان الثاني ضاع الكلام 2011. الثالث إليك أيها القادم 2012. وبعدين جاء دور الديوان الرابع. ماذا تضمن الديوان الرابع يعني؟ الحقيقة أنا لما فكرت أن أسوي الديوان الرابع وكانت عندي جلسات يعني أمسيات وأقرأ من القديم ومن فيطالبوني بالكتب انطينا الريد وكلها يعني نفذت بعد الطباعة. نعم. فأنا فكرت قلت ليش ما أجمع كل ما كتبت في الكتاب الرابع يعني بدل ما أسوي ديوان الرابع. نعم. أنا أجمع كل ما كتبت من أول والثاني والثالث والرابع. نعم. هذا الكتاب اللي هو هذا. نعم. يعني إذا هو. نعم. هذا الكتاب. أنت اختاريتي هذا اللون الأخضر الجميل. أنا اختاريته كل الصورة كل يعني الصور تصميم الكتاب كله أنا
في الصفحة الأخيرة مستمعي إذاعة العراق الحر ومستمعي نوافذ المفتوحة. الصفحة الأخيرة تضمنت أيضا قصيدة اشتقت عينيك تواقة إلى حبي إلى أطري إلى كلي، فانتشي من الشوق خمرا يسكرني فأتوه في منافيها. يعني إذا هذه نقدر نقول عليها قصيدة تحمل العواطف العميقة. بصراحة يعني أنا قاطعك، أنا كنت حبيبتي دوما كلها على العراق، كلها مآسي، فالقراء قالوا كافي حزن. نعم كافي. وأنا هم قلت إيه صحيح، فبدلت على الأمور الرومانسية. هذا عظيم. طيب، من الأمور أو القصائد الرومانسية ممكن نسمع يعني بعض المقاطع منها، وهل ممكن أن تكون يعني هذه ممكن تصير أغاني يعني قصائد مغنية؟ أنت جبتي سيرة الأغاني. نعم. وأني قريبا راح ينزل تنزل قصيدة مغنات، كل اللي كاتبته ينفع أن يغنى. كل الدواوين، قصائد الدواوين أكثرها الأربعة. أكثرها. وأني دائما كنت أحلم في أن أي واحد يشوفها يغنيها، ولاقيت الفنان سعيد عباس في مهرجان في مالمو، صوت جميل جدا. فتقربت من عنده وقلت له أني أحب أن تغني لي بهذا صوتك الجميل. نعم. بدأ الولد الشاب بدأ رغبته، أرسلت له الكتاب. نعم. واختار هذه عن قريب، راح لأن خلص اللحن مالتها والغناء. هو أيضا نفسه ملحن. هو ملحن. نعم. هو ملحن ومغني. نعم. واختار هذه بالذات اللي أنا ما كنت أتوقع راح يختارها، بس لما اختارها حبيتها. طيب نسمع منها يعني. وقلت له راح يكون قلت له أنا سبق هذا إنه تقرير القصيدة بصوتك، وإن شاء الله في يوم من ما نسمعها من المطرب نفسه والملحن اللي هو اسمه سعيد عباس. سعيد عباس. نعم. أنا طبعا استأذنت قبل، لا قلت له هل أشير إلها أنت بعدك ما مخلص التوزيع؟ قال لا قولي. نعم. أنا ما كنت، أنا من النوع اللي ما أحفظ، صعب. فمن عندها حفظتها هي. كنا معا، كنا معا قبل الشتاء طائرين على جناح الغرام، لا عواذل حولنا ولا هم يشغل بالنا، وسرنا نسابق أفراحنا، وعلى العشب الجميل فرشنا حبنا، وملأنا الجو ضحكا وغنا، ونثرنا أحلاما مضيئة كانت لنا أن نمضي سوية في فرحنا وحزننا، ومرت الأيام جميلة بضحكنا وسلونا، ما حسبنا يوما ستغدر بنا وتحطم آمالنا، والوعد الجميل يغادر أرضنا، ومشينا كل في طريق أغرابا لا نعرف بعضنا. حلو. كم عقيم هو المساء في أيام الشتاء بعد أن ضاع حبنا. طبعا جميلة وفعلا رقيقة يعني، بس كان بها يأس. يعني راح أقول لك شيء. طيب ست إلهام، إحنا راح ننهي الجزء الأول من هذا اللقاء، ولنا موعد معك ومع مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة في الحلقة أو الجزء الثاني من لقاء السيدة القاصة إلهام زكي. زكي.